هنا بالسويد اذا تريد حقوقك تكون انت المشكله، لان ما يريدون يعترفون الحقيقه السويدي. انا كنت ما اعرف انه هاي السويد هي، يعني لو انا ما واقعه بالمشاكل هاي مال امي، يعني انا كنت ما اصدق احد من هذول اللي قاعدين هون. وحتى اذا واحده كانت تجي تقول لي على هذا الشيء كنت اقول هاي مجنونه، لان هو الوضع مجنون، يعني الوضع مريض. والله انا مشكلتي هي قضيه امي ووالدتي، ايه ما اعرف وينها حاليا. هاي صار 8 أشهر يعني اخر مره، لان والدتي هذا يعني ما بعرف اقوله انه، بس هي ثالث مره يعني تنخطف. ثالث مره، المره الاخيره كانت من اي كنت اريد اخذها المستشفى من لقيتها بعد الاختطاف الثاني. والله القصه يعني حتى انا من اقولها انا ما صدق انها حقيقه صراحه، بس هي حقيقه وكل شيء اثباتاتك. والقصه بدت منه بس لان انا تمرضت، صار عندي مرض سرطان، وامي بحياتها ما حتى ما تعرف توقع، هي اميه ولا تعلمت كلمه سويديه. ومن الفتره كانت عايشه بالسويد بالتسعينات، امي جتي بالتسعينات، وهاي مهم لازم تعرفوها، امي عندها اقامه وعندها جواز سويدي. بالتسعينات هي عندها جواز سويدي، بس بالعشرينات يعني بال 2020 هي ما رادت تبقى، هي ما يعني ما تعرف ما تحب السويد، رجعت للعراق. رجعت عندها جواز سويدي، بس كانت تجي زيارة كل سنة، يعني تجي زيارة على مود الأدوية وعلى مود تشوفني، بس لأن هي من أهلي دزوها وأنا في مرض السرطان. أوكي السويد أوكي أنا ممنونة، قالوا أوكي هاي مرة جاية، اللي هي ما تقدر تحكي تقول أنا زيارة بابا، أنا جاية بس على هذا جوازي. لا السويد رأساً شافوها أوه هي ما عندها أحد، هي ما عندها راتب، لأن أمي من تكون بالعراق، من كانت عايشة بالعراق الراتب أوتوماتيك ينقطع، لأن أنا هنا وحدي وعندي أخ معوق. تمام، هي أجتي عليك إلى السويد؟ نعم. أجتي إلى السويد؟ إي. وأنت كنت في المستشفى مريضة؟ إي. إيش اللي صار بالضبط؟ صار إنه لأن عندي أخ معوق وقاعد عنده وصي، وهي جت يم أخوي، يعني هي ما كانت بالشارع مثل ما يقولون، هي كان بيت أخوي، بس الوصي مال أخوي رأساً قال أوه، يعني هو لقاها هاي شغل رأساً، لأن أخوي هو عقلياً ناقص وعنده تقاعد مال نقص بالعقل وعنده وصي، يعني الوصي يعطون الوصي بس إذا أنت يشوفك مثل الطفل، ولهذا أخوي عنده وصي. الوصي مال أخوي سويدي راح هو قدم أن يكون وصي مال أمي. هي هاي بدأت منها كل مشكلة. ولأن أمي ما عندها بيت بالسويد، لأن أمي ما عايشة بالسويد، أخذوها لدارة العجزة. طيب الآن هي موجودة في دار العجزة. أي. هل يحق لك تشوفينها؟ نعم. يحق لك تشوفيها؟ بالبداية أي، لأن أنا ما مشتكية ولا شيء. إذا ما أحكي حلقي وما جبت اسمها أشوفها، بس إذا أريد حقوقها وأقول هذا الشيء غلط، قانونكم غلط، أمي جتي زيارة هذاك الوقت، أنا صرت أنا المشكلة. هاي السويد، السويد إذا يعطي قرار مستحيل من 7 المستحيلات يتراجعوا. والسوسيال سنس مستحيل يعترفوا انه هم سووا غلط، وهي بدت من السوسيال سنس، لان هم قالوا هاي المره بالشارع ما عندها احد، ما عندها بيت، ما عندها راتب. وانا طلعت من المستشفى فبروري يعني شهر الثاني 2020، هاي قبل الكورونا ما تصير. ورحت انا قلت وين امي؟ قالوا امي بدارة العجزة، واخوي هذا المعوق قال لي الأهلي إنه أمي طالع لها بيت، عايشة سويد أعطاها بيت، لأنه هو معوق هو ما يعرف. ولهذا من شفت أمي يوم شفت خطية بين 4 حيطان صارت مثل سكتسفرين، وهي تخاف وتخاف لوحدها ولا تعرف سويدي، وحتى مطيها أكل ما خنزير وشغلة، يعني كانت يعني ما أعرف شو اسمها، جريمة من أكبر الجرائم ضد الإنسانية. طبعا أنا بجها وأنا لحقوقها. طيب. أنا بس أنا سووني مجرمة بس إنه أنا أطالب بحقوق أمي. طيب إيش المشكلة إن هم ينطوش أمي تأخذينها؟ لا خلاص، لأن هي عندها وصي، من صار عندها وصي. إذا أنت ما لك حق، يعني وكأنه هي مو أمي. يروح، لأن أمي تنحسب طفلة من كل مثل هاي الأطفال، حقوق أمي أبدا، يعني أمي صارت ورقة،
طيب ورقة. هل تكلمتي مع الوصي انه ممكن هو اي تكلمت قال له قلت لهم هذا غلط سوشيال طبعا قدامك يقولون ايه كله ايه صدق غلط ايه ما يحتاج قالوا لي روحي المحكمه لان المحكمه اعطت وصي لامي والوصي طبعا قام ياخذ راتب امي وحطه بجيبه ودائره العجزه ياخذون راتب لان هي عايشه هناك وكلها صارت بزنس على بزنس يعني امي صارت سلعات تجاريه للبيع والشراء طبعا المجرم عنده حق يعني القانون معه مو معي المجرم اجرامه كل حطه عليه قال انا اللي اريد استغل امي انا اللي خطر على امي من 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 تحدث بهذا يعني ما خلوني اطلع من ما خلوني اطلعها من اداره العجزه وقالوا لي كذبت كلامك والمحكمه قالت لا امك لازم وصي انتم مستغليها وانتم ذبيتوها بالشارع وهي ما عندها احد اوكي بابا ما عندها احد ممنونين ممنونين بس انا موجوده هسه لا انت عندك مرض سرطان اي بابا انا ما متت واني اقدر اربيها بعدين امي هي تريد للعراق هاي يحكوا معاها بعد صارت يعني صارت مثل ما اعرف يعني صارت مثل بعد خلاص هاي شنو هاي لا احنا قررنا لازم قرار ناس صاروا يعاندوني وكلها يطلعوها بامي وشلون صارت انا بعدين طلعتها بالقانون وهاي انا طلعت امي من اداره العجزه جبتها لستوكهولم يعني قلت احنا كنا بأوبسالا قلت هذا الكومون يعني تعرف منطقه بمنطقه تختلف القوانين همينا بالسويد مالتهم جبتها لستوكهولم حطيتها عندي بالبيت بس الوصي صعب توخره واربعة اشهر امي قعدت عندي بالبيت قطعوا كل شيء حتى قطعوا كانت ممنوع تروح الدكتور ممنوع ليش والله كان يعني ان استرفا يعني يعاقبوك العقاب مالي كان يقولون انت اللي ان طلعتي امك من دائره العجزه تحملي المسؤوليه كله يروح اوكي بابا بس لين كان كورونا وكان كانت خطيه بعد صارت يعني رجليه واحد يعني كان صار سكستي كان مريضه ما قدرت ادزها والله اربعة شهور قعدت معاها بالبيت ما حد دق لي الباب ولا حد سال عليها واركض اني منا ومنا والمحاكم ولا كانما سووني اني مشكله يعني مشكلة لأن أنا أريد حقوق أمي المهم وبعدين قلت لهم قالب سنون ما حتى ما كان يخلوني أخذها للدكتور وبعدين قلت لهم أوكي فتحت الطيارة قلت لهم كلهم كانوا يعرفوا أمي راح تروح للعراق حتى وديتها يم دكتور عراقي إثبات أمي حكت هي وياهم قالت أنا أريد أروح للعراق والدكتور كتب لها تقرير ودوا مال سنة واشتريت لها بطاقة صار بالمطار بالمطار 22/1/21 دزيتها بالمطار أشوف مو أنا دزيتها مع أسيستنت ومع بنتين البنتين أنا قعدت على ما أتأكد إنه يعني أنا كنت تعرف يسوون بيش هيك مع علم عندي كل الأوراق قالوا لي أمك طارت يعني أمك راحت قلت لهم كل الطيار يعني كلهم موجودين إيه بس هاي البنتين رأسا خابروني قالوا لي أمك ما موجودة بالمطار إيه بالطيارة الطيارة راح تصعد وأمك ما إجت وأنا مشتريتهم تيكت يعني كلهم ورأسا رحت لهاي قلت له هسه قالوا لي أمي ما موجودة بالطيارة ورأسا هاي قالت إيه الشرطيين ياخذوها يعني معقولة يعني ليش تاخذون المرة حتى إذا هي عندها وصي حقين عندها إنه هي تقدر تقرر بنفسها وين تريد تعيش واي دكتور تريد بس هاي سووها مثل الهاي يعني اذا امي ترجع للعراق الوصي اوتوماتيك يختفي والراتب مالتها ماكو ولين الراتب يروح ومن ماكو راتب الوصي تروح طبعا سووا هم لان امي صارت سلعه تجاريه وبعدين يحبون لأن أنا أوقف أنا اشتكيت عليهم وهم ما يحبون واحد يشتكي عليهم ولهذا وأخيرا وقفوا أمي من المطار الشرطيين وأخذوها وسووا لها رقم سري كل شيء سري وبعد ما شفتها 8 أشهر أنا أركض وأروح الشرطة وين أمي يقولون وأني اتهموني أنا دا أخطف أمي وأني خطر على حياة أمي وأمي ما تريد تروح للعراق أنا بالقوة زيادة هاي الاختطاف الثاني بعد 8 أشهر من لقيتها هسه العام شفتها شلل من لقيتها شفتها شلل أنا بالمحامي طبعا دفعت فلوس الدنيا حتى ألقيها بالمحامي بعدين وطيت فلوس المحامي قال
قال البوليس سوى غلط، اشتكى على الشرطيين اللي وقفوا امي، لان ماكو اي قانون يوقف امي من تسافر، وانا قانونيا سافرتها حتى لا تنكشف انه يعني هيك سوى امي، لان هذا اقل شيء 4 سنوات سجن. سووا انا من على اساس اجيب الدكتور يعني اخذها للمستشفى، جبت ورقه من المحامي انا عندي حق اخذ امي للمستشفى. اختفت اليوم الثاني، وهذا كان شهر التاسع 22/9/2021. يعني بس شهر بعد شهر انا لقيتها، ولغاية الان ما لقيتها بعد. ها؟ ما لقيتها لحد الان، ولحد الان والبوليس اروح واشتكوا علي انا جاسوسه. اول مره هاي 4 شكايات انا اختطفت وهاي، وبعدين هذول راحوا ماكو اي شكايه. بعدين من انا اريد اخذها للدكتور، لان دحكي وياه بالتليفون أنا سووني جاسوسة، صار علي حكم أني جاسوسة، لأن أنا احتجت ويا أمي. يعني معقولة؟ وحتى لا أكشف إنه هم غلط هذا وهذا اختطاف، وأني صار عندي محامي، رأساً اختطفوا أمي، وحالياً أنا ما أعرف أمي وين. ومن أروح الشرطة أقول وين أمي، يقولون ما نعرف، أمي قعدها سري ما نقدر نقول لك. أوكي، بس أكو قانون يمنعني أشوف أمي؟ لا، بس وينها امي؟ لا ما نعرف، لا المحكمه ولا البوليس ولا الشرطه ولا اي احد يقول لي ماكو اي قانون يمنعك من تشوفين امك، بس وين امي؟ وهسه خاصه من سويت هذا الشيء قالوا لي انه لسه امي والله يقتلوها بس حتى الحقيقه لا تطلع. يعني اكبر جرائم ضد البشريه، يعني ضد الانسانيه، وهاي لازم الحكومه السويديه ما يريدون هم يسكتوني، لان هذا الحقيقه ما بعرف شو اقول. يعني انا ما بصدق انه حقيقه، بس هاي حقيقه. ان شاء الله تساعدوني، امي حقها لا يروح، وتقولوا لي وين امي. شكرا جزيلا.